الهمة ممكن تي بثلاثة أمور. الأمر الأول أني أنا أحسن كتابة الأهداف. يعني أكو ناس ما يعرفون يكتبون أهدافهم في الحياة. يعني أنا ودي أنزل وزني 10 كيلو، تمام؟ فأقول أنا هدفي أنزل وزني 10 كيلو، واجتهد وأتعب أسبوع أسبوعين، بعدين أفج وأترك الهدف وأبو الهدف. ليش؟ لأنه أنا حطيت هدف غلط. طيب شلون أحط هدف صح؟ أحط هدف صح أني أنا أجزئ الهدف، ما أكتب الهدف. فبدل ما أقول بنزل 10 كيلو، أقول والله أنا خلال الشهر هذا أبي أنزل كيلوين، الشهر اللي وراء كيلوين ثانين، فال10 كيلو أخلصهم 5 شهور. كذي أنا كتبت الهدف صح، كذي صار عندي همة، صار عندي إنجاز. كل مشاريع الحياة، كل الأعمال لازم أجزئها. لما أجزئ أصير منجز، أخلي الهدف كبير يصير فيني إحباط. فهذه الخطوة الأولى اللي تساعدني يكون عندي همة ونشاط وإنجاز. الخطوة الثانية، وأنا هذه جربتها مع بعض الأشخاص اللي يشتكون من الكسل أو عدم الإنجاز، أني أقول لهم دائما خلي يكون عندك شخص محفز. لازم يكون أكو شخص محفز، صديق، سكرتير، يتابعك يلاحقك، زين، المهم يكون أكو شيء محفز. هذا الشيء المحفز يكون شخص، وهذا الشخص يشجعك يدعمك، يلا شد حيلك، ترى ما خلصت، يلا ترى ها ما باقي شيء، ترى هذا يخليني أتحرك. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللي يخليني فعلا أتحرك اللي هو أني أنا أكون شايف الحافز أو الثواب. يعني شو اللي يخلي الموظف يشتغل ويجتهد؟ أكو راتب آخر الشهر، زين، شو اللي يخليني أنا أصوم وأتعب وأصلي وأسهر الليل وقيام؟ أنه أنا قاعد أشوف أكو أجر من وراها، فهذا اللي قاعد يحمسني، هذا قاعد يخليني أنا ألتزم. فهذه ثلاثة أمور مهمة: موضوع الهدف، ويكون في شخص داعم مساعد، زائد رؤية الحوافز والثواب. هذه ثلاثة أشياء إذا هي واضحة عندي في حياتي راح نشوف أنه أنا شخصيتي تختلف وأكون فعلا شخص منجز.